بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، مرحبا بكم أبنائي الأعزاء في درس جديد من دروس مادة الرياضيات للصف الثاني الابتدائي الفصل الدراسي الثاني. ما زلنا في الوحدة 11، ودرسنا اليوم استعمال مسطرة السنتيمترات. تعرفنا في الدروس السابقة على وحدات قياس غير قياسية مثل المكعب والمشبك، ثم تعرفنا على وحدة قياس قياسية لقياس الطول وهي السنتيمتر. واليوم سنتعرف على أداة نستخدمها لقياس الأطوال وهي المسطرة، ونسميها مسطرة السنتيمترات لأن الوحدات التي عليها كل وحدة فيها تسمى سنتيمتر واحد. المسافة ما بين رقم والرقم الذي يليه عبارة عن سنتيمتر واحد. كيف أستعمل مسطرة السنتيمترات لقياس الطول؟ أولا لابد أنني أعرف أو أن أعرف أنني أستخدم المسطرة في قياس الأطوال القصيرة التي لا تحتاج إلى المتر ولا إلى الكيلومتر في المسافات البعيدة جداً، ولكنني أقيس الأطوال البسيطة القصيرة مثل الورقة، الكتاب، المكتب، مثل هذه الأشياء. مثلما نرى في هذه الصورة، هذا الطالب يمسك بيده هذه المسطرة، تلك هي المسطرة، والمسطرة مكتوب عليها أرقام بهذه الطريقة. ما بين كل رقم وآخر مسافة ثابتة من الصفر إلى الواحد، هذا سنتيمتر واحد، ومن الواحد إلى الاثنين سنتيمتر واحد، ومن الاثنين إلى الثلاثة سنتيمتر واحد. المسافة هذه نفس هذه المسافة نفس هذه المسافة، كل هذه الوحدات متساوية، لذلك نقول عنها أنها وحدة قياس قياسية أي ثابتة، لا تتغير هذه المسافة من رقم إلى رقم، بل هي ثابتة ما بين كل الأرقام. فهذه المسافة نفس هذه المسافة نفس هذه المسافة. إذا أراد هذا الولد أن يقيس طول المشبك، كيف يستخدم المسطرة؟ انتبه جيدا. أولا نضع طرف الشيء الذي نريد قياسه عند الصفر، إذا الطرف الأول نضعه مقابل الصفر، ثم نذهب لنرى أين توقف الطرف الآخر. توقف هنا عند رقم 5، أحسنتم. إذا الطرف الثاني عندما يتوقف على رقم على المسطرة فهذا هو طول هذا المشبك. إذا هذا المشبك طوله 5 سنتيمترات. مرة أخرى، نقف عند صفر في الطرف الأول، ثم نذهب للطرف الثاني ونرى الرقم الذي وصل عنده على المسطرة، إذا فهذه المسافة تقدر ب5 سنتيمترات تقريبا. هكذا سوف نفعل في بقية الأشياء التي سوف نحضرها في درسنا. نقف في بدايتها عند الصفر، نضع طرفها الأول عند الصفر، ثم نذهب للطرف الثاني ونرى وصل عند أي رقم على المسطرة، وبهذه الطريقة نحصل على طول هذا الشيء الذي نريد قياسه. لنذهب إلى التدريبات ونبحث عن الأشياء الموضحة صورها وأقدر طول كل منهما ثم أجد قياسه بالسنتيمترات. أمامنا قلم رصاص ودبوس الحائط الذي نثبت به الأوراق على مجلة الفصل. يريد منا في البداية أن نقدر المسافة. كم تقريبا من الممكن أن يكون طول هذا القلم؟ بالتقريب منكم من يقول 8، منكم من يقول 10، منكم من يقول 13، ربما يكون 10. لكن إذا أردنا أن نتأكد ونتثبت من طوله الحقيقي باستخدام المسطرة، ماذا نفعل؟ نضع طرفه الأول هذا عند الصفر على المسطرة، ثم نذهب لنرى
الطرف الآخر أين وصل على المسطرة؟ هذا الرقم الذي وصل إليه الطرف الآخر يصبح هو طول هذا القلم الرصاص. ثبت الطرف الأول عند صفر ونرى الطرف الآخر إلى أين وصل على المسطرة. بذلك نحصل على طول هذا القلم، طوله تقريبا 14 سنتيمترا على المسطرة. نذهب إلى هذا الدبوس، كم تقريبا طول هذا الدبوس؟ 1 سنتيمتر. نريد أن نقيسه قياسا مضبوطا بالمسطرة. نحضر المسطرة ثم نضع طرف المسطرة وهو الصفر عند الطرف الأول، ونرى الطرف الثاني وصل في أي رقم أو لأي رقم على المسطرة؟ 2. أحسنتم. إذا طول هذا المشبك إذا أحضرناه في الواقع، يعني أننا أحضرنا مشبك أمامنا، مشبك حقيقي، وضعنا هذا الطرف عند الصفر ونرى هذا الطرف إلى أين وصل، سنجده أنه وصل عند رقم 2 على المسطرة. إذا طول الحقيقي لهذا الدبوس 2 سنتيمتر تقريبا. إذا نحضر هذه الأشياء ونضع الطرف الأول فيها عند الصفر على المسطرة، ثم نذهب إلى الطرف الآخر لنرى إلى أي رقم وصل على المسطرة، وبذلك نحصل على طول هذا الشيء الحقيقي أو المضبوط باستخدام مسطرة السنتيمترات. أتحدث أذكر عددا من الأشياء في غرفة الصف تكون أطوالها سنتيمترا واحدا تقريبا. إذا نظرت إلى الجدار أو إلى السبورة أو إلى الطاولة أو أي شيء في الفصل، ما الشيء الذي طوله سنتيمتر واحد تقريبا في غرفة صفك أو ربما في غرفتك؟ فكر معي، طوله سنتيمترا واحدا تقريبا، طوله صغير. نعم أحسنتم. قد يكون مكبس الكهرباء، الممحاة، دبوس التثبيت الذي رأيناه سابقا، كل هذه الأشياء أطوالها قصيرة، قد تصل في بعض الأحيان إلى سنتيمتر واحد تقريبا. أتدرب، أبحث عن الأشياء الموضحة صورها ثم أقدر طول كل منها ثم أجد قياسه بالسنتيمترات. إذا أحضرنا كتاب الرياضيات وقمنا بقياسه باستخدام مسطرة السنتيمترات، نضع طرف المسطرة هنا ونرى الطرف الآخر إلى أي رقم وصل على المسطرة. قبل ذلك نريد أن نقدر المسافة قبل أن نستخدم المسطرة، كم تقريبا هذه المسافة من بداية هذا الطرف إلى هذا الطرف؟ ممكن 17. نريد أن نتأكد، هيا معي استخدم مسطرتك في قياس طول عرض كتاب الرياضية. ضع الصفر في مسطرتك مقابل هذا الطرف، ثم اذهب إلى الطرف الآخر إلى أي رقم وصل عندك في المسطرة. أحسنت، إلى 20 سنتيمتر تقريبا. إذن هذه المسافة أو طول المسافة هذه من الطرف هذا إلى الطرف هذا في كتاب الرياضيات وصل إلى 20 سنتيمترا تقريبا. نذهب بالمسطرة إلى الشكل التالي، استخدم مسطرتك. لابد أن تحضر في البداية مسطرتك أيضا، كان من المفترض أن ننويها في بداية الدرس، لكن دعنا نعيد الدرس مرة أخرى ومسطرتك معك. هيا بنا لنرى طول هذا الشكل، هذا السي دي أو نسميها أحيانا اسطوانة، لنرى كم طول علبة السي دي هذه باستخدام مسطرة السنتيمترات. لكن قبل أن نستخدم المسطرة نقدرها تقديرا، كم تقريبا من الممكن أن تكون؟ 8. هيا بنا نستخدم المسطرة، نضع طرف المسطرة عند الصفر عند هذا الطرف ونرى الطرف الآخر إلى أين وصل معكم على المسطرة. أحسنتم، ربما وصل إلى 12 سنتيمترا تقريبا. دائما نحن نحاول أن نحضر هذه الأشياء في الحقيقة ونقوم بقياسها، لا تستخدم المسطرة على
الكتاب الذي أمامك لتقيس الصورة، لا، هو يقول لنا أحضر الأشياء الموضحة في صورها ثم قم بقياسها. لذلك نحضر هذه الأشياء في الواقع. نذهب إلى الصورة التالية، وهي ورقة من دفتر أو من كتاب. نحضر ورقة حقيقية من الدفتر لنرى كم طول هذه المسافة. نقدر تقريبا كم طولها، ربما يكون 10. نريد أن نتأكد باستخدام مسطرة السنتيمترات. أحضر مسطرتك، ضع طرف المسطرة عند الصفر على هذا الطرف، ثم اذهب إلى الطرف الآخر. إلى أين وصل على مسطرتك؟ كم تقريبا؟ 15. أحسنت. إذن طول هذه الورقة 15 سنتيمترا تقريبا على المسطرة، مسطرة السنتيمترات. نذهب إلى الشكل التالي، وهو أعواد المثلجات. هذا العود موجود معنا في المطبخ، أو يستخدمه كثير من الناس لكثير من الأغراض. أيضا كم تقريبا نقدر طول هذا العود؟ ربما يكون 11 سنتيمترا، لكن نريد الآن أن نستخدم المسطرة. أحضر مسطرتك، ضع طرف المسطرة وهو الصفر عند هذا الطرف، ثم اذهب بالطرف الآخر لنرى إلى أين وصل على المسطرة. إذن من الصفر إلى هذا الرقم هو طول هذا العود. كم تقريبا؟ 15 سنتيمترا تقريبا باستخدام مسطرة السنتيمترات. مسائل مهارات التفكير العليا. أقيس طول أثر قدم الطائر بالسنتيمتر، ثم أقيسه مستعملا مشابك الورق. هل يزيد عدد السنتيمترات على عدد المشابك؟ ولماذا؟ لنرى الشكل الذي أحضره لأثر قدم الطائر. هذا هو. نريد أن نقيس طول أثر قدم الطائر من هذه المسافة إلى هذه المسافة. سوف نستخدم هذا الشكل كما هو في الكتاب. إذا أردنا أن نقيسه بالسنتيمترات باستخدام المسطرة، سوف نقف عند الصفر عند هذا الطرف، ثم نذهب بالمسطرة لنرى الطرف الآخر إلى أين وصل على المسطرة. ربما يكون قد وصل إلى 5 سنتيمترات أو 6 سنتيمترات. نعم، لكن إذا استخدمنا المشبك، مشبك الورق، هل سيكون طول هذا 5 مشابك أو 6 مشابك كما في السنتيمترات؟ طبعا لا، لأن السنتيمتر أصغر من المشبك. المشبك الواحد قد يكون طوله 3 سنتيمترات أو 2 من السنتيمترات. فإذا استخدمنا المشابك، ربما يكون طول هذه المسافة مشبكين أو 3 مشابك، لكن بالسنتيمترات قد تبلغ 6. إذن يزيد، لأن وحدة قياس السنتيمتر أصغر من وحدة قياس المشبك. فإذا استخدمنا السنتيمترات سيكون العدد أكبر، وإذا استخدمنا المشبك سيكون عدد أقل في طول هذه المسافة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا، على أمل اللقاء بكم في درس لاحق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.